الصيف بدأ وموسم الاكتئاب على الانستجرام معاه بدأ. طيب ازاي ما يجيلناش اكتئاب من انستجرام؟ اول حاجة انا مصورة الفيديو ده من غير اي فلتر علشان افكرك انه كل الصور والفيديوهات على انستجرام وعلى فيسبوك ومعظم الحتات يعني ما بتبقاش دي بشرة الناس الحقيقية ولا شعرهم الحقيقي، يعني اقل حاجة حاطين ميك اب، بس الطبيعي بيكون في وشنا حبوب وحفر وبقع وحاجات. تاني حاجة، معظم اللي في أماكن بيزوروها أو بيتفسحوا أو بيصيفوا، يا إما ده شغلهم يا إما بيصوروا يعني علشان سبونسر، بيعملوا دعاية المكان، أو قاعدين طول السنة ما بيعملوش أي حاجة غير إن هم يشتغلوا ويحوشوا عشان يسافروا السفرية دي. وفي كل الأحوال حتى لو هو ملياردير، ولو ان برضه حتى الملياردير مش بيرمي فلوسه كده في الارض ويروح يتفسح في المطلق، حتى الملياردير اللي بيستثمر فلوسه في نفسيته، لما تشوف فيديو او صوره لمكان حلو او لحد مبسوط شبك طاقتك مع طاقه الفرحه بتاعت الفيديو. يعني تخيل ان انت معايا في المكان، وبلاش تبلايم يور سيلف، بلاش تلوم نفسك وتحسس نفسك ان انت مقصر في شغلك عشان كده مش عارف ان انت تتفسح في مكان زي ده، مش عارفه تعملي عمليه تجميل عشان تبقي بالشكل ده، مش عارفه تسافري، مش عارفه ترتبطي، مش قادره تخلفي. لازم يعني مش لازم بلاش لازم بس الاحسن لينا ولصحتنا النفسيه ولطاقتنا ولصحتنا الروحيه ان احنا نتعامل مع الكون كله كأنه كيان واحد. يعني لما حد يفرح كأن أنا فرحت، لما حد يصيف كأن أنا صيفت، لما حد يكون مبسوط وشكله جميل كأن أنا مبسوطة وشكلي جميلة، بشبك طاقتي مع طاقة كل حد بشوفه وببسط علشان، أو بنحاول يعني بنعيش في اللحظة الحالية هنا والآن بكل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا وكل الهدايا الحلوة اللي الكون بيديها لنا كل يوم، ونحاول نستلذ باللي عندنا عشان اللي مش عندنا يقدر يجي في السكة. لكن لو فضلنا بصين على اللي لسه ما جاش مش هنقدر نستمتع بالموجود، ولا اللي جاي هيعرف يجي. وصيف سعيد عليكم كلكم.